اهلا بحضراتكم من جديد. احنا عندنا في صباح الورد مهم جدا جدا، وده هدفنا بالاساس ان احنا نركز على كل ما هو ايجابي، وان احنا نشجع كل المواهب ونلقي الضوء، نعمل سبوت كده على المواهب الحقيقيه، على الفن، لانه هو في الحقيقه غذاء الروح، وبنركز دائما على بناء الانسان. خلونا نروح نشوف تقرير جميل جدا عن شاب من شباب مصر الموهوبين اللي زي الورد، احمد جوهر. احمد اتخرج من كليه فنون جميله جامعه اسكندريه، وزي ما بيقولوا كده بالبلدي ايده تتلف في حرير، بيصنع نظارات وساعات خشب من وهو كمان صغير. هنروح نشوف دلوقتي في التقرير شغل احمد ونرجع نتكلم مره تانية. اشتغلت في مقاولات فتره مش كتيره قوي، بعد كده حصلت مشاكل، طبعا مشاكل مقاولات ومشاكل الشغل عموما. بعد كده توجهت ان انا لازم يبقى في عندي مشروع خاص. تمام، كان في مشاكل طبعا في العيله، ازاي انت مهندس وازاي تتجه ان انت يبقى عندك ورشه وعندك يعني هتنزل مستوى يعتبر في النظر العام. تمام، بعد كده بقى في سبورت جامد من العيله ومن الاسره ومن خطيبتي، هي مراتي دلوقتي. توجهت لشغل الساعات 2018-2019، بقالي تقريبا دلوقتي 4 سنين. بدايتنا كانت ارتجالية شوية، كانت تجريبية، كان المنتج بيضحك عليه في البداية خالص. اشتغلنا على المنتج وطورنا لحد ما وصلنا سنة 2019 في نصها أو في أولها. التحقنا بمشروع التعاون الدولي المصري الألماني، دخلنا معهم سنة تقريبا. خلال السنة ديت تعلمنا ازاي نطوع الخبرات اللي احنا تعلمناها في الفتره بتاعه الكليه، من رسم، ازاي تعمل بلان، ازاي تعمل سيكشن، ازاي ترسم برودكت. وصلنا بعد كده ان انت توصل بالمنتج للمستوى اللي اتصور النهارده ان شاء الله. انا بدات في شقتي، كانت شقتي لسه على الارض، مفيش اي حاجه. بدانا واحده واحده نطور. تمام، طبعا بالتدعيم اللي قلت عليه من اسرتي ومن خطيبتي ومن خالي، كان من اكتر ناس الدعم الموضوع دوت، وما زال يعني. بس وبنتمنى ان شاء الله باذن الله خلال الفتره اللي جايه ان الموضوع يتطور. عندنا بعض المشاكل، طبعا مشاكل في المنتج نفسه، لان المنتج يعتبر في مصر مش منتج استهلاكي اكتر منه منتج تصنيع. عندنا مشاكل في البروسيس، الاكسسوارات اللي احنا بنستخدمها، لان الاكسسوارات كلها اللي داخله من بره داخله للصيانه مش للتصنيع. فاحنا بنحاول نطوع الخامات اللي موجوده، والخام اللي ما بنعرفش ان احنا نلاقيها فبنحاول ان احنا نصنعها بايدينا. يعني في تقريبا لغايه دلوقتي وصلنا 80% من الساعه احنا بنصنعها هنا في الورشه. مش بس يعني التقرير ده بيتكلم عن موهبة أحمد، لكن خلينا نتكلم كمان عن شخصية هذا الشاب. هو في الحقيقة يعني نموذج ومثل أعلى لكل الشباب. ليه؟ لأن شغله الأساسي لما وقف نتيجة ظروف خارجة عن إرادته معطلش، زي ما بنقول كده بلهجتنا، هو معطلش، لا، فكر في بدائل، رجع يستخدم أو يستعين بالخبرات التراكمية، سواء كانت من خلال تعليمه، سواء كان من خلال أي صنعة هو بيعرفها، ابتدى من الصفر، ما خلاش حاجة تقف في طريقه. يعني مثلا ما قعدش يحط مشاكل، دايما الانسان السلبي بيحط مشاكل لكل موضوع بدل ما يحط حلول لكل مشكله، يعني بيزيد العوائق لاي مشكله. لا، هو قال لك اوكي ما فيش ورشه، يعني كان ممكن واحد يقول لك يا ده انا عايز ورشه وعايز مواد اشتغل بيها وخلاص بقى ماليش حظ وهفضل قاعد بقى وعيط وكده. لا، هو ما عملش كده، ده هو حتى استخدم بيته اللي بيقول لك ما كانش لسه فيه اي اساس، يعني هو بدا ببيته كورشه، المكان اللي هو عايش فيه. لما لقى كمان انه في مشكله في استيراد القطع الغيار اللي بيستخدمها، ابتدى يفكر ازاي يصنعها بايده، لدرجه انه المنتج بتاعه بقى 80% بيقدر هو يصنع القطع الغيار اللي كان بيحتاجها من بره. فخلينا نقول انه طول ما في اراده، طول ما كلمه مستحيل دي بتنتهي تماما. ربنا يوفقك يا احمد ويكتر من امثالك، وتكون دايما نموذج وامل لكل الشباب اللي بيفكر يعمل ايه في حياته دلوقتي.